ضاريا كان أو متقطعا، إنه القتال في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان. على الرغم من إبداء طرفي النزاع استعدادهما لبدء الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلا أن المشهد الميداني يثبت عكس ذلك، ولا سيما بعد المعارك والاشتباكات التي استعرت نيرانها بين الجانبين. فما هي إلا ساعات قليلة تمضي على إقرار هدنة ثانية حتى تجدد القتال واتسعت رقعته في الإقليم، فيما تبادل طرف النزاع الاتهامات بخرق الهدنة والمبادرة بالهجوم. الهدنة الجديدة تم التوقيع عليها بعد هجوم يعد الأعنف منذ بدء الصراع داخل الإقليم، عندما أصاب صاروخ منطقة سكنية في غنجة، ثاني مدن أذربيجان، موقعا نحو 13 قتيلة. وفي رده على استمرار القتال، اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أرمينيا بانتهاك نظام الهدنة الإنسانية التي تم التوقيع عليها، وقال إن القوات الأرمينية قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق مأهولة بالسكان ومواقع قتالية لأذربيجان. في المقابل، جددت وحدات الدفاع التابعة لإقليم كاراباغ اتهامها للقوات الأذربيجانية بانتهاك وقف إطلاق النار واستئناف القصف بالصواريخ والمدفعية على الاتجاهين الشمالي والجنوبي لخط تماس، رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. دبلوماسيا، دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق كلا من أرمينيا وأذربيجان إلى احترام الهدنة الجديدة، رافعين النداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للطرفين باحترام الهدنة الإنسانية التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأحد. ووفق خبراء، لا ضامن حتى الآن لنجاح مبادرة التفاوض الأخيرة بين الجانبين، وخصوصا بعد فشل أكثر من هدنة إنسانية لوقف القتال وإدارة الأزمة بكل تعقيداتها، وهي محاولات تسعى جاهدة إلى تحقيق الاستقرار والوصول إلى حل يرضي طرفي النزاع.